شيخ، أنا أشتغل في مجال حكومي، اي والمجال الحكومي هذا يسمح لكل موظف مسلم إنه ياخذ وجبة الإفطار والسحور مجانية. اي فأنا لما أكون معذورة يعني يصير لي أخذ الوجبة هذه، حرام تعتبر ولا حلال؟ قصدك انك لم تصومي؟ ايوه كنت معذورة يعني حائض. ما في بأس ان شاء الله. هم يعلمون ان من النساء من لا تصوم، ومع ذلك ما شددوا في هذا، فهم يعتبرونها كالهدية لموظفيهم.